عندك عندي الاهلي يقدر يكسب ريال مدريد؟ انا اقول لك ليه لا يا فاروق ان انت تكسب. يعني ده مش النادي الاهلي نادي ازاي يا كابتن يكسب؟ لا يكسب، يبقى في ثقه في الاداء، مفيش خوف، جزء العب كوره. لا انا بلعب كوره بس زي ما انت قلت كلمه محترمه، ان 11 فانيلا دي قصاد 11 فانيلا، اكيد انشيلوتي طلع في تصريحاته وقال لك انا حافظ لعيبه النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي كبير. لا انت عندك لعيبه مهاريه، ولما واللعيب بيأدي بشكل جيد ليه لا ان انا اكسب ريال مدريد؟ انا بلعب طموح ان انا العب على افضل طول. طريقه يلعب بيها كولر في الماتش الجاي، بص مش افضل طريقه، هو هيلعب بالطريقه دي، هو بيحافظ مش عايز يخش في جون. اذا كان النهارده بتلعب بيلعب بثلاثه ديفندرات، هو مش هيغير الطريقه دي، لكن لازم يكون عندك حد قدام يقدر يبقى فيه ايجابيه على الجون، بيروح على الجون كتير. يعني في حسين الشحات بيأدي بشكل جيد، في بيرسي يعني رجع حسين الشحات، ما تلعب حسين الشحات وكان قول لي كده التشكيله كابتن وليه ما كسبش ريال مدريد؟ قول لي التشكيله بسرعه بس. ما انا بقول لك هو التشكيله اللي كان بيلعب النهارده الاربعه اللي ورا، معلول ومعلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وديانج وحمدي فتحي والسوليه. لكن انا شايف ان انت يبقى موجود هنا محمد شريف من البدايه، واحمد عبد القادر لعيب كويس ومهاري بيقدر يمسك الكوره ويلعب، لكن هو هيلاعب. بس انا بقول لك انا بقول لك ده وجهه نظري، انت قلت لي فاضل واحد ويلعب حسين الشحات. وحسين الشحات ليه لا؟ وتمسك كرة وتلعب، يبقى عندك تغييرات تمشي. إيه؟ ماليش دعوه. لا انت بتتكلم عن النادي الاهلي. بص يا فاروق انت خلي بالك، انا شفت حاجه يا فاروق، في حاجه دلوقتي عشان تبقى فاهم، مش عايزين نقلل من مكسب النادي الاهلي. الناس بتقول لك الفرقه تعبانه والفرقه هو انا بختار العب فرقه، لا طبعا. انا حققت الهدف ان انا اكسب الفريق اللي جالك خلاص. انا مش هم مش هقلل من مكسب عالم انديه، ما انت ما خلاص اتعودت عليها ان انت بتلعب على البطوله. ايه المشكله ان انا بلعب على البطوله؟ في ناس عندها بتبقى امل يقول لك انا ما اكسبش ريال مدريد. لا اكسب ريال مدريد، ايه المشكله؟ ليه لا؟ وخصوصا ان ريال مدريد بتضحك ليه؟ لا بتضحك يا عم خليني في اللي انا فيه، انت مالك؟ انت بص على سؤالي بيقول لك انت بتضحك ليه؟ لا انا النادي الاهلي نادي عشان انت بتقول ممكن يعني. لا انا افتكرت ممكن ايه؟ افتكرت نقطه. طيب هو انت وانت بتبقى نقعد نتكلم ثلاث ساعات وهنطور الكوره وهنعمل وهنسوي، واحنا لما بنيجي نكسب بنقول اللي احنا ما عندناش فكره وما عندناش بتاع، ولما نكسب فرقه يقول لك اصل فرقه ضعيفه. لا احنا النادي الاهلي هدفه ايه من البطوله؟ هدفه ايه من المباراه؟ انا عايز اكسب. إيه ده؟ هو ليه إيه ليه لا يا كابتن ليه ان انا كابتن وخلي الماتش يا كابتن ليه انا لاعب ريال مدريد؟ اطلع قول اللي انت عايزه يا كابتن. ليه لا اللي انا العب؟ انا بلعب في كاس العالم للانديه بلعب وعندي وفي امل ان انا العب ريال مدريد والعب مانشستر سيتي والعب كل الفرق لان انا قوي وانا عايز اكسب. حلو. وانا عندي هدف سواء واقول لك الحاجه مهاريا لعيب لعيبه النادي يا فاروق لعيبه مهاريه افضل من المدريد واخد بالك، وانت بتكسبها 1-0 بتضلين هتيجي تلاعب فرقه جاهزه وماشيه كانت ماشيه اول وبعد كده كهكر المستوى بقى الثاني حلو كهكر وتيجي تقول لي ان انا اكسب ريال مدريد؟ يعني انت يا كابتن الماتش اللي فات كابتن انت الماتش انا قلت لك بعد كاس العالم مفيش فرقه كبيره ولا لا؟ خلي بالك انت قلت وبعد اللي عملته المغرب انا ادى امل لكل فرقه، بس برضو لازم يبقى عندنا طموح احنا نقول نلعب ويبقى الشكل طيب. كويس نعمل جيم تمام. كويس انما الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يحقق حاجه ما حصلتش قبل كده وليه لا؟